قديم الزمان، بنت اسمها هدى شعلان، أهلها الهدى اجوا من فلسطين على لبنان، تركوا بيوتهم يوم الطوفان وهاجروا عجنوبك يا لبنان. هدى سكنت في بيوت من التنك وتربت بمدارس هالأمم، يلي شفقوها الأولاد لازم يتعلموا تيفيدوا البلاد وبلاد غيرهم وبلاد غيرهم وبلاد غيرهم، بتضل بلاد بتضل بلاد. والد هدى اشتغل بنا، والد هدى اشتغل بنا مشان يأكل هالولاد، بنا مصانع بنا فيلات وضل بيت هدى خلف البيوت، وضلت الشوارع أضيق من البيوت. وضلت الشوارع أضيق من البيوت أضيق من البيوت، ومرت الأيام ومرت الأيام، واستشهد والدها الهدى شعلان، وصارت هدى بلا وتبناها أبو عمار، ودارت الأيام وصار اللي صار من حرب وحصار، وقالوا الأمريكان لازم تطلعوا من لبنان. طلعت هدى مع الفدائية، ركبت هالباخر وغاصت بهالبحر حتى وصلت عهالبر. تونس في حمام الشط بر أمان بعد حرب لبنان، وفي الطريق خطب هالشاب من هالأبطال، فرحت هدى عالحظ وعملوا لها أول عرس بعد الحصار،
وفي وسط العرس وصلت الاخبار الجميل مات والحالة قايمة قاعدة في المخيمات وتاني يوم ارتكبوا المجازر وبكيت هدى علي راح علي راح علي راح وبقيت هدى 3 سنين في حمام الشط وجابت هالولد الصغير حتى اجي يوم الغدر وهبت السماء فوق الشط وسمعت هدى كل هالخبط صرخت لحقونا على حمام الشط ركضت تحمي ابنها ما وصلتش لها اليوم ما صحيتش بقيت راقدة عالشط وتحولت لعروس البحر اسمها مخفي تحت الموج عم بيستنى يوم القدر وعم بيسمع موال البحر ابن هدى صار مثلها ابن الشهيد هدى بنت الشهيد شعلان يلي مات في لبنان والزمن لا راح ولا اجا واللي راح 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 واللي اجا اجا واللي راح راح واللي اجا اجا